حياكم الله، أسعد الله بالخير أوقاتكم. وهذا الحوار الخاص في صالون زاغروس مع سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي. حياكم الله، مساكم الله بالخير. أهلا جناب الشيخ، شلون الصحة؟ إن شاء الله تكون بخير. الله يوفقك. الله يسلمك. شكرا. الله يحفظك. بداية، كيف تتابعون ما يجري من أحداث ومن ظروف تجري الآن على الساحتين اللبنانية والفلسطينية؟ كيف تتابع هذا الأمر جناب الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وجنده ومن والاه. ألتمسك عذرا، والمشاهدين الكرام، قبل أن أجيب عن سؤالك أود أن أوصل تحية ودعاء وسلام إلى شعبنا الكردي في إقليم كردستان، وأهنئهم بمناسبة نجاح الانتخابات وفوز من يستحق بهذه الانتخابات، وأسأل الله عز وجل أن ينشر أمنه وأمنه على جميع محافظات العراق وعلى أهلنا في الإقليم خاصة. اللهم آمين. الله يحفظك. أنا حقيقة أتابع إلى هذه القضية. الناس لهم نظرتان، نظرة اجتماعية ونظرة شرعية، وأرى أن الموضوع هو يصاغ بطريق الشريعة الإسلامية. فالظلم والاضطهاد الذي مارسته الصهيونية على مضي من عام 1948 إلى هذه الساعة بحق هذا الشعب المسكين، الشعب الفلسطيني المضطهد الذي لم يجد ناصراً غير الله ولم يجد معاوناً غير الله، فازداد ظلمه وازداد طغيانه، وعلى هذا جرى الاعتداء. فلما أراد الفلسطينيون أن يدفعوا عن أنفسهم ذاك الظلم وذاك الضيم وذاك الاضطهاد الذي ورث لهم مشاكل كبيرة، سواء كانت مشاكل إرثية أو كانت مشاكل رحمية أو مشاكل اجتماعية، فلا هم في بلدهم آمنون، ولا هم على صلة أرحامهم يلتقون، ولا هم على أموالهم وأملاكهم يحافظون. فلذلك الله تعالى يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا الأصل في القضية. فحقيقة قضية أكتوبر، أولا لم يبتدئ الفلسطينيون معركة، لأن أصلا هي المعركة بادية، ولأن الصهاينة هم من ابتدأوا يزيدون الظلم والقتل والدمار والتخريب. فحقيقة يعني أنه هؤلاء انتفضوا ليدفعوا عن أنفسهم زيادة الضر وزيادة الضيم. البعض أو الكثير يرى أن هجوم 7 أكتوبر الذي بادرت إليه حماس كان قرار جدا خاطئ، كلف القضية الفلسطينية بشكل عام تراجعا دوليا، قضية الإبادة الجماعية التي تنتهج الآن من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حماس عفوا غزة حجر على حجر، هذا الدمار الهائل في البنى التحتية، الجوع الآن، الحصار اللي يعاني أبناء غزة والمناطق القريبة إلها، بشكل أو بآخر هذا الموضوع كلف الكثير، ولذلك هو قرار خاطئ. هل ترون هل الله يحفظك؟ أنا أتمنى تصحيح معلومة. نعم. هل أن حماس هي من بادرت بالهجوم على إسرائيل، أم حماس حملت سلاحها وأخذت تدافع عن نفسها علناً؟ هاي الحقيقة. هي هجمت على إسرائيل؟ لا، ما هجمت على يوم إسرائيل. 7 أكتوبر كان هجوم، هم هجموا عليهم. هجوم. صدوا الهجوم. هم هجموا عليهم الإسرائيليين وضربوهم، هم ظهروا بنفسهم. وتدري إسرائيل تدري أنها الرب الأعلى، ها، أنا ربكم الأعلى، لا تريد أحد. حماس فاجأت الإسرائيليين، دخلت إلى العمق الإسرائيلي، هكذا حدود يعني هاي المرسومة اللي رسمها الاحتلال، ودخلوا أخذوا يعني أخذوا رهائن أو أسرى. قبل 3 أيام 7 أكتوبر شو اللي حصل؟ هو هاي الحقيقة. نعم. حتى نعم. العالم يعرف الحق، ليش نضل إحنا نخاوت؟ الإسرائيليون قبل يوم 4 أكتوبر هم الذين
ضربوا الحماس وضربوا الفلسطينيين. فبعد ذلك صراحة انتهت الصبر، انتهى الصبر وقاموا يدافعون عن أنفسهم، فحدث ما حدث. عندنا قاعدة شرعية تقول إذا حل الأمر حرم الخلاف، خلاص انتهت. أم صار حدثت المعركة، هل نبقى نتلاوى أنه صح أم خطأ؟ لو نقف وقفة رجل واحد وندفع الضر الذي يحصل على المسلمين، لو وقف العرب بالكلام بالكلام بالكلام. أحد علماء مصر قبل 20 أو 25 سنة قال لو اجتمع العرب، فقط العرب، فأخذوا يبصقون على إسرائيل لأغرقوها بالتفال. لماذا؟ لو وقفت العرب ووقفوا وقفة رجل واحد. أنا من أقول العرب، بعض الشعوب تشكر، كالشعب الأردني، على موقف، كالشعب المصري، كالشعب العراقي، كالشعب اليمني، يشكر لأنه وقف أدى الذي عليه. تتحدث عن حكومات، الحكومات هنا هي التي تقصد الحكومات، يعني الحكومات باليقين. أنه إحنا هم يقولون يوميا يخرجون لنا بتقرير مصور ومثبت بتواريخ وشواهد وصور، يخرجون يوميا يطلعون حاكم، هم الحكام كلهم مرتبطين بالماسود، مرتبطين باللوبي، ومرتبطين بالكونغرس. فلذلك يعني لا تلوم المجاهدين أو المقاتلين أو المسلمين المدافعين عن أنفسهم، لا ندب على نرمي عليهم اللون، منا خيانة حكام عرب، ومن هنا اضطهاد وظلم وقتل مجرم لا يخشى لا يخاف فيك إلا ولا ذمة. أحسنتم. نتحدث عن دور الحكومات العربية في هذا المجال. يقال أن واحدة من الأهداف التي تحققت بعيدة أو قريبة هي مسألة وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني. هاي نقول 7 أكتوبر هو أوقف من ثمرات سبعة. هل فعلا أوقف التطبيع؟ نعم. من ثمرات 7 أكتوبر أولا شجعت الشعوب العربية، واستطاعت بعض الشعوب العربية أن تخرج من قفص من السجون والمعتقلات التي فرضتها عليها الحكام، فخرجت إلى الشوارع وقالت كلمتها. الأمر الثاني أوقفت مهزلة التطبيع. هذه المهزلة الكبرى التي نضحك بها على أنفسنا، نذهب نطبع مع كافر يعتقد فيك أنك وجودك على الأرض هو وجود خطأ يجب أن تلغى، فأنت تروح تطبع معه يضحكون على عقولنا. وطبعا هو التطبيع لا يطبعون مع الشعوب، هم يطبعون مع الحكام طبعا. لأن قالوا نحن صنعنا حكام بأيدينا، فالتطبيع سواء من طبع منهم فهو في أيدينا، ومن لم يطبع فهو في أيدينا. سنظهر الصورة الحقيقية في يوم من الأيام، سواء طبع سنظهر صورته، ومن لم يطبع لحد الآن سنخرج صورته. عندهم مستمسكات متكاملة عن غالب حكام العرب، زين، أنهم هؤلاء هم مرتبطين بالمشروع الصهيوني الأمريكي، ولذلك يتعاملون. لو لم يطبعوا بالعرب، لو لم يطبعوا بالعلن هذه الحكومات، لطبعوا في السر وهم مطبعين. هم مطبعين في السر. إذن ما فائدة ذلك؟ لو قلنا أن فعلا هجوم 7 أكتوبر قد أوقف هذا التطبيع، لا هو ما هو تطبيع ماشي بالسر أو بالعلن يا سماحة الدكتور. نعم. تطبيع ماضي، وهذا مو كلامنا إحنا كإعلام. هذا كلام الحكومة الإسرائيلية نفسها، كلام أحد أعضاء اللوبي اليهودي. تعرف اللوبي اليهودي فشي طبعا. هو الذي قال نحن من ظهر من حكام العرب وساندنا فورقته بأيدينا، ومن لم يساندنا علنا ولم يظهر فورقته بأيدينا. دخول العراق على خط الصراع بعنوان محور المقاومة، هل تعتقد أنه سيكلف العراق خسائر كثيرة؟ يعني أسألك بالله، هل أن طائرة عراقية ذهبت من العراق وذهبت وضربت إسرائيل إلى إحنا نعيش في التاريخ الحديث هسه الآن تحت محور المقاومة، هل توجد طائرة عراقية واحدة ذهبت وضربت إسرائيل، أم الطائرات الإسرائيلية اللي دخلت على حدودنا وإلى بلدنا وقتلت من عندنا أكثر من 13-14 قائد في داخل البلد ضربتهم؟ زين، يعني معقولة إحنا نبقى متفرجين، نبقى ساكتين؟ أصلاً يعني الصهيونية بكاملها ثور هائج،
لا يدري يضرب من، ولا يدري يتجه على من، ولا يدري يؤذي من أو ينطح من. ثور هائج فهاجت على كل العرب، حتى المطبعين هاجت عليهم. الذي تقاتله تضربه بالطائرات، والذي لم يقاتلها وهو مطبع معها رمته بالكلمات والعبارات القاسية. فلذلك العراق جزء لا يتجزأ من الإسلام ومن العرب، وفلسطين في روح الشعب العراقي تاريخياً وعقائدياً وعلى أرض الواقع. بالنسبة للموقف الرسمي الحكومي لا ينكر كل ما تتفضل به، حقيقة الأمر موقف الحكومة الآن واضح، وهو يبعث بمساعدات، وهذا وحتى يعني حتى البيان المرجعي الأخير أشار إلى أن هنالك فتوى جهاد إغاثي للشعبين الفلسطيني واللبناني، وبالنتيجة ما يحصل الآن هو موقف العراق أيضا في المحافل الدولية موقف شجاع، موقف الرسم الدبلوماسي. هناك موقف آخر بالتزامن مع هذا الموقف، هو موقف أقصد فصائل المقاومة، هذا اللي أريد أقوله، أنه اليوم دخولنا إلى بهذا العنوان دخولنا إلى خط المواجهة مع إسرائيل ممكن أن يؤدي إلى خسائر كثيرة، تتفق أم تختلف يعني؟ لا، أقول أنا الواجب علينا أولا أن نشكر الله، وشكرنا لله عز وجل هو موصول إلى المرجعية العليا، ولأن المرجعية العليا قالت كلمتها وأظهرت حقيقتها بأنها مساندة لهذا الشعب المظلوم ومدافعة، فلا تستطيع أي حكومة ولا يستطيع أي سياسي شيعي يستطيع أن يخالف المرجعية، لأن المرجعية قالت ويجب على الجميع السمع والطاعة، وهذا قانون عملي مو قولي، عملي متوارث على أرض الواقع الآن في العراق. هذه الحقيقة. المرجعية حفظها الله أصدرت هذا الأمر دعمة الشعب، فالحكومة بادرت أيضا بارك الله في جهودها، وخاصة السيد السوداني، وأعلن رسميا ودعم رسميا سواء في المؤتمرات الداخلية أو في المؤتمرات الخارجية، أعلن رسميا موقف العراق بأن العراق مساند للقضية الفلسطينية اللي هي قضية الحق، ثم أنه الموقف مع الشعب اللبناني موقف أيضا لا يحتاج إلى تأويل ولا تفسير. الجسر الوطني اللي يمتد الإغاثي من بغداد إلى بيروت، هذا طبعا يعني أيضا الحكومة تعتقد على العراق أن يكتفي بالموقف الرسمي الدبلوماسي الداعم للقضيتين اللبنانية والفلسطينية والجهد الإغاثي، تعتقد هذا كافي؟ تعتقد بكل صراحة؟ لا أعتقد. احنا بل يجب أن وهو لم يحصل. أها. نعم لم يحصل. احنا اشتركنا في مع فلسطين ومع لبنان في كل جوانب الحياة. طبعا. خسارة سواء كانت جوانب الله يحفظك الطيارة اللي ضربت بيت منزل من نتنياهو طارت منين؟ من 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 السعودية لو من قطر. بعد مين طارت؟ من العراق. من جنوب لبنان. من الجنوب. طارت من العراق. نعم. أبي معلومات. معلوماتي. أها. نعم. زين. والعراقيين واقفين موقف مشرف، ونقاتل إحنا آخر قطرة دم، وما نتنازل ولا ننزع يد من جماعة على الإطلاق، لأنه نعتقد اعتقاد جازم أن ضرب فلسطين وضرب لبنان هو ضرب العراق وضرب اليمن وضرب كل الدول العربية بالمعلن والإسلامية. بالمعلن من المواقف الرسمية بخصوص قضية الطائرة التي ضربت غرفة نوم نتنياهو، بالمعلن من حزب الله أعلن مسؤوليته كاملة ردا على ادعاء إسرائيل بأن إيران هي من أرادت اغتياله. الآن أنت تقول لي أنه من العراق يعني هم أصدق. لا أنا جنابك يعني هم اللي ضربوا الطائرة اللي بس أنت بس أنت تقول لي الآن هي طارت من أنا يعني من عندي العراق. معلومة أنه هي من العراق خسارة هذا شيء تاريخ نشرف به. قد بس هم حزب الله هم أولى بالتصريح، لأن هم اللي قاموا. خسارة يحيى السنوار وإسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله وقيادات مهمة كثيرة في أثناء هذه المعركة، ماذا يعني لك ذلك؟ أو ماذا يعني لك هذا؟ نحن أمة تبتلى وبلاؤها بلاء خير. البلاء الخير اللي هنا أن هاي الأمة الإسلامية والعربية على وجه التحديد حينما يقتل منها قائد تزداد همتها وقوتها 4 أضعاف، وهذا حصل في التاريخ، ويمكن مؤتة ليس عنا ببعيد.
ولذلك قتل الشهداء القادة الأربعة وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله. هذا دليل قاطع على أننا لم نخدع المجاهدين ولم نخدع المقاتلين ولن نكذب في دعوتنا، فنحن على الخطوط الأمامية نقتل كما يقتل الجنود وننتصر كما ينتصر الجنود. وهذه رسالة حقيقة، يعني رسالة قاتلة، هذه رسالة قاتلة أراها أنا والله تعالى أعلم، أراها وفيروس حق وليس باطل، لكن لقتل أرواح المنافقين والمطبعين والمشككين في الحقيقة. شوف اليوم الحكام والسلاطين يبنون قصور ويبنون موانع ويتحصنون خلاف شعوبهم، خلاف شعوبهم بكثير، أما قادتنا قادة المقاومة فينامون مع جنودهم ومع مقاتليهم ويصيبهم ما يصيبهم، يجرحون ويتمردون ويقتلون. كيف تلقيت خبر أو نبأ استشهاد السيد حسن؟ شنو ردت فعلك لأول لحظة يعني؟ والله يعني تدري بالنسبة نحن نعتقد أن السيد حسن نصر الله رحمه الله تعالى هو يمسك جبهة قوية، وأعتقد الجبهة المؤثرة هي في العراق توجد جبهة، وفي اليمن توجد جبهة، وفي سوريا توجد جبهة، وحتى في فلسطين جبهة، وفي لبنان جبهة. بس الذي نرى أن اليد القوية أو اليد الطولة هي كانت اليد السيد حسن نصر الله رحمه الله، لأنه عنده ضليع في هذا الموضوع. هناك من يتشفى بقتله، ماذا تقول لهؤلاء؟ الكثير تشفوا بقتله و لا نريد أن نبالغ، يعني تشفوا في مقتل أمير المؤمنين علي وتشفوا في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما قتل عثمان الخوارج تشفوا في قتله، يعني الحال من بعضه يعني ما هؤلاء هؤلاء زين، هم ورثة، هم ورثة، والوارث يصيبه الخير من إرثه وقد يصيبه شرا من إرثه، وهذا خير الدنيا، خير الدنيا أن تقتل في سبيل الله تعالى، وشر الدنيا أن تعيش معاندا متكبرا متأليا على الله. غرد أحدهم قال أنتم تتشفون بحسن نصر الله لأنه شيعي، ولكنكم أيضا تتشفون بيحيى السنوار وهو سني، قلوا لي أنتم من أي أمة أنتم، من أي مذهب، من أي عقيدة؟ أي والله هذول الخوارج. الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولا يغرك أكو خوارج فكر وأكو خوارج يد، وهؤلاء جمعوا بين الفكر واليد، فخارجيون يقتل بسيفه وخارجيون يقتل بقلمه ويقتل بنواياه السيئة. يثنون اليوم، يمكن أنت تجي يعني نبات تقرأ نشرات أخبارية أو تسريب معلومات لما تجد أن هناك من الدول العربية مثل مصر، مثل المغرب، مثل الدول العربية السعودية وغيرها، اللي يومية تخرج منها عشرات الرحلات من الدعم، الغذاء والسلاح والماء والإمارات وغيرها من هذه الدول المطبعة إلى إسرائيل. ها زين، وعندك الشعب الفلسطيني، غزة الآن تعاني من الجوع، تعاني من الظلم، تعاني من الأذى، أما واحد يعني يستحي؟ أما يكفيهم؟ أماكو خجل؟ انتهى الحياء؟ الحياء من الإيمان، هم لا إيمان لهم. لذلك نحن عندنا معركة، قانوننا الإسلامي يقول كم من فئة قليلة غلبت. هل ترى أن إيران سوف مع طول هذه الضغوط، يعني مع حجم الضغوطات الدولية وحجم التهديدات الكبيرة من قبل أمريكا، الولايات المتحدة وإسرائيل، من أنها سوف تغير من استراتيجياتها في المنطقة وتتخلى أخيرا عن محور المقاومة مثلا، هل تعتقد ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك، وهو لا يكون، بسبب أن إيران أصبحت جزء من جسد المقاومة، فلا يمكن لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا ولا إنصافا ولا عدلا أن تتخلى، ما يمكن، لأن اليوم كالجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما تستطيع إيران أن تتخلى، ولا تستطيع فصائل المقاومة أن تتخلى. لماذا؟ لأن المصير واحد والهدف واحد والغاية واحدة والعدو واحد، وقد اشتركوا في كيان واحد وهو موضوع المقاومة حتى النصر أو حتى العز والكرامة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. تبدو الأمور هكذا سماحة المفتي، أن إسرائيل الآن قتلت خيرة يعني الخط الأول من القادة، الخط الثاني والثالث، هي تقضي شيئا فشيئا على الترسانة المهمة من الأسلحة والصواريخ لحزب الله، لحماس في غزة. هي أبادت هذا الجمهور، جمهور المقاومة سواء في حماس في غزة أو في جنوب لبنان، يعني هجرت الملايين ودمرت البنى التحتية، المباني والمستشفيات والمدارس وحتى دور الإيواء وما إلى ذلك. إسرائيل تبدو أنها تحقق أهدافها، وبالنتيجة نتنياهو الآن كل العالم يريد أن يوقف هذا الدمار، يوقف هذا الثرم اليومي، هذه المقاصل التي يعني ترتكب بحق الأبرياء المجازر، وهو لا يقف، يقول لهم أنا لازلت أنا يعني أحقق الهدف تلو الآخر وأمضي بهذه الأهداف. هل تعتقد أن إسرائيل اليوم هي المنتصر في هذا الصراع، في هذه المعركة تحديدا؟ يعني طبقا لمؤشرات أنا ذكرت بعضها لك، يعني المؤشرات أنا أقول يا أستاذ أحمد الله يحفظك، أنا أقول لك شيء، نعم أقول لك شيء وأرجو أن ينتبه له. الأمر الأول أن قادتنا جنود وأن جنودنا قادة، فيقتل الجندي ويقتل القائد بنفس المكان. نحن لا نتألى ولا نتباهى ولا نتفاخر ولا نرتفع على جنودنا، نحن معهم في موضع واحد. طيب. إن أصيبوا أصبنا، وإن قتلوا قتلنا، وإن انتصروا انتصرنا. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو أن العدو عمل كبير واستطاع أن يسيطر على الإعلام ويسيطر على كل شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي مرتبطة بالعدو، فلذلك تظهر أخبارنا وتظهر أي شيء يظهر فينا يكون مرئي ومعلن للعالم، وأي شيء عندهم يختفي. ولذلك قتلنا منهم قادة وقتلنا منهم جنود وقتلنا منهم كثير وضربنا حصونهم. أكو شيء واحد، يعني أنا سمعت أحد قادة المقاومة تكلم كلام، قال نحن ليسنا مثلهم، هم يقتلون الأطفال ويضربون المساجد والمستشفيات والروضات والمدارس، ونحن لا نستهدف إلا المواقع العسكرية الحربية. فعلاً هذا الفرق بيننا وبينهم. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله رايتنا بيضاء وستنصر وستكسر إسرائيل بإذن الله. أنا لديك يقين في النصر؟ نعم، لديك ستكسر يقين في النصر إن شاء الله إسرائيل مرتين، مرتين خلاف النص، يعني ليس مع في قوله تعالى كما في بداية سورة الإسراء. نعم. لكن الأحداث التاريخية، هناك كتاب اسمه عمر أمة الإسلام لأحد المؤلفين المصريين، زين، وأكو كتاب آخر اسمه الإذاعة في أشراط الساعة، ذكروا قبل حدوث معركة هرمشدون الكبرى تحصل مرتين معركتين مع العدو، مرة تقتصر على سوريا وفلسطين ولبنان، هذه التي الآن تحدث مرة الأولى، والمرة الثانية تعم دولا أخرى عربية ومنها العراق، ونعتقد أن هذه هي الثانية. هاي الثانية ستكسر إسرائيل إن شاء الله تعالى، وستنتصر فلسطين، وسيتعود العزة والقوة للفلسطينيين. عهد هذا تاريخنا يقول، وهذا واقعنا يقول، وهذا اليوم كرامة ونشاط وشجاعة المسلمين المجاهدين تقول هكذا. إن شاء الله سننتصر وستظهر الأيام رغم كل هذه التضحيات وبعد عندنا استعد نضحي بأكثر منها وسننصر إن شاء الله. أحسنتم سماحة المفتي، أستميحك عذر بفاصل ثم نعود لتكملة ما تبقى من مشوار صالون زاغروس، وهذا الحوار الخاص مع سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي. متفضلين كالمعتاد، ابقوا معنا.
حياكم الله مجددا عودا على بدء وهذا الحوار الخاص مع سماحة المفتي مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي. هناك من يعلل هذا الصمت العربي للحكومات بأن الحكومات تقول أننا لم نستفتى أو لم نبلغ أو لم نخطر بتحرك حماس في 7 أكتوبر، وحماس تتحرك ضمن محور خاص بها هو المحور الإيراني، وبالنتيجة هي تتحمل أعباء ما يحدث الآن من دمار وويلات وتهجير وجوع وقتل وحصار. هل هذا صحيح؟ يعني ما يخالف، خلينا ننصف. هل أن يوم 7 أكتوبر كانت بداية؟ هي بداية؟ يعني ما كان أكو احتلال، ما كان أكو شيء. زين لعد هذا الاحتلال من 1948 إلى يوم 7 أكتوبر شنو هذا؟ مو احتلال؟ زين أليس من حقي أني أقتل عن مالي وعن ديني وعن نفسي وعن عرضي؟ ها زين، العدو يوميا يسوي فعاليات، يوميا يسوي فعاليات ويعمل. أنا دافعت عن أرضي وعن نفسي. زين أنت بدل ما إما أن تبقى متفرجا وإما أن تستعين بقوة تعين بها العدو المحتل ولا تستحي وتسكت، أجبرت علماءك ومفتينك اللي أنت عينتهم وسويتهم أن يخرسوا ويسكتوا ولا يستطيعوا أن يقول كلمة، والإمام والعالم المتكلم دبيتوه بداخل السجون واعتقلتوهم. وأردت أن تجبرون العالم إجبار قسري كما الآن أن تعمل إسرائيل المحاربة بإسكات الشعب الفلسطيني وإرغامه إرغام قسري. ما حلو دبلوماسي وسياسية؟ حل دبلوماسي وسياسي ماشي ورايح ماشي. زين هذا العالم هسه متحرك من ذاك اليوم لليوم. لماذا نحن نعاب؟ لأننا لم ترفض حماس ولم ترفض فلسطين مرة واحدة أي حوار أو أي موضوع للهدنة أو أي موضوع للعودة إلى الحدود الفلسطينية التي شرعت قبل. لماذا نحن نعاب وغيرنا لا يعاب؟ هل أصبحت إسرائيل بعبع تخوف حكام العرب، تخوف الدنيا كليتها على مود تفرض علينا أكاذيب تصطنعها حتى نحن نصدق ذلك؟ اللي حصل هذا حصل بأنه أنتم اعتديتم علينا، نحن دفعنا عن أنفسنا هذا الاعتداء. القضية متكافلة بين المسلمين شرعا ومتكافلة بين الخونة والعملاء والمطبعين واليهود كونا، وإن شاء الله تعالى نحن ننصر شرعا وهم إن شاء الله سيخسرون كونا. وألهم ساعة. نعم ألهم ساعة. كيف تقيم دور مراكز القرار الفقهي والديني والإسلامي الآن الإسلامية والعربية تحديدا في قضية التعاطي مع غزة ولبنان؟ لا يعني تقيم يعني كل حسب حال البلد. تحدثنا طويلا عن دور الحكومات وما إلى ذلك. حسب حال البلد. حسب حال البلد. أحمد الطيب كان موقفه شجاع وتكلم عن الظلم والاضطهاد اللي يحل في الشعب الفلسطيني. لكن أي مجمع العالمي، المجمع الوحدة الإسلامية أو رابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي هي مساندة اليهود وتقول اليهود رئيس الرابطة يقول اليهود إخواننا. لكن اليوم في العراق عبن توجد سعة والإمام يأخذ حقه. فالسيد السيستاني أصدر فتوى ودار الإفتاء العراقية أصدرت فتوى، فصدر من الإمام العراق ومن مفتي العراق فتاوى تدعم الشعب الفلسطيني وتساند كل من يقف مع الشعب الفلسطيني بأي شيء من أشكال الدعم والمساندة. لا في الجمهورية الإسلامية في إيران لا يستطيع اليوم إمام يصعد على منبر يخالف المشروع اللي هو المشروع الإسلامي، لكن يمكن بالعكس على العكس الآخر. يمكن يوم ما يقدر خطيب في السعودية أو خطيب في إلا وأن يعتقل أو يصيب الأذى. لذلك بالتالي هاي المراكز القرار الديني يضيق عليها تبع لسياسة الدولة مثلا، لسياسة الدولة وهي بالنتيجة هي في حل أنه هي يعني ساهمت بدعم هذه القضية أو لا من وجهة نظرك؟ أنا يعني لا أرى في حل، أنها ملزمة مذممة حتى وإن كانت يعني أكو هناك تضييق أو ما شابه مذمم يعني. ما ملزم أنا أنا الآن لو أرى أن الحكومة العراقية تخالف المشروع
وتحاول أن تضطهد العلماء الذين يتكلمون بالحق. أنا ما مجبر أبقى، مجبر أستقيل وأطلع أروح ببلد آخر أستطيع أن أقول كلمة الحق اللي تنصرني أمام الله وأمام شعبي وأمام ديني وأمام تاريخي، فما مجبور. هل تعتقدون أن المرجعية الدينية يمكن أن تبادر في وقت ما في المستقبل القريب الأبعد شوية أنه تعطي فتوى أشبه بفتوى الجهاد الكفائي حينما كان داعش على مشارف بغداد وأسقط ثلثي جغرافيا العراقية؟ الآن الوضع اختلف، الآن أكو قتل ودمار وجوع وحصار ومو من هذه الأسباب والمبررات الكثيرة. تعتقد أن سماحة السيد المرجع الكبير السيد السيستاني سوف يفتي بالجهاد ضد أمريكا وإسرائيل؟ تعتقد هذا واقع ممكن يصير؟ يعني الفتوى موجودة، يعني فتوى موجودة. موجودة؟ نعم، السيد الله يحفظه الفتوى مالته موجودة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. لا، فتوى بالجهاد. لا، هو هو شنو المساندة؟ اليوم الشعب اللبناني هذا جهاد إغاثي مثلا، يقال أن هذه فتوى جهاد إغاثي، أنكم تمدونهم بكل ما يحتاجونه، ولكن حسب ولكن حاله. فتوى تتعلق برفع السلاح والذهاب إلى الجهاد في فلسطين ولبنان، هذا الحد الآن هو هذا اللي قصده أنا بصراحة. لا، يعني برأيي أنه إحنا الفتوى هي في مظانها، الفتوى في مظانها، مظان الفتوى أنه شعب محارب من عدو فيجب نصرته. الآن المطلوب من عنده أن ننصره بالمال أو ننصره بالسلاح. نعم. أو ننصره بالرجال. إن احتاج الرجال فتوى موجودة. وإن احتاج مال فيجب علينا أن نوفر له المال. نعم. وإن احتاج السلاح فواجب علينا أن نوفر له السلاح. الغالب الآن اللي الفتوى المظان الأول للفتوى على العراق أنه العراق الآن يعتبر محارب واليمن محاربة. نعم. ولذلك أنه إحنا الآن جاي ندفع عن أن نقاتل مع شركائنا في الدين وفي العقيدة وفي العروبة وفي الإسلام، نقاتل معهم على قدر إمكانياتنا. نعم. العدو اعتدى علينا. نعم. ردينا إحنا الاعتداء، وإذا اضطرت الأمور إن شاء الله تعالى سنصدر نحن والسيد السيستاني فتوى إلزامية أخرى تلزم كل بالجهاد. المسلمين بالجهاد, بالجهاد العام. والآن الفتوى هي بالجهاد الخاص. شوية نطلع من قضية يعني فلسطين وغزة ولبنان وما إلى ذلك. كيف يبدو لك وضع شبابنا الآن في وضعهم وعلاقتهم بالدين بكل صراحة جناب الشيخ؟ وأنت المراقب عن كثب، أنا قالوا لي يعني قالوا كلش تراقب كل شاردة واردة سوشيال ميديا إعلام ما إلى ذلك، شلون نشوف الوضع وضع شبابنا الآن القضية الدينية تحديدا؟ يعني حقيقة أكو علة. أنا فاجأتك إلا ربما هذا السؤال هو خارج النص يعني. يمكن. أي. يمكن. لكن ما يمكن. ما يبدو لك ممكن أن تجيبني عليه؟ برأيي. برأيي. نعم. وإن شاء الله كلمة حق يعني. إحنا في العراق نتكلم عن المجتمع العراقي أجمعين. والمجتمع العراقي نختص بما يخصنا. نعم. وهو الإسلام الذي يضم الشيعة ويضم السنة. جميل. أنا برأيي أن الشيعة نسبة 9 من 10 أو 8 من 10. نعم. يتبعون فتوى المرجعية ويقلدون المرجعية ويطيعونها في كل شيء. نعم. زين. فإذا قالت الجهاد قال الجهاد. إحنا السنة يعني نمر بكارثة ونمر بتاريخ صعب. بعد الاحتلال الأمريكي. طيب. التقسيم اللي حصل في العراق أن الأوقاف الشيعية تكون تبع للمرجعية العليا، والأوقاف السنية تكون تبع للسياسيين البرلمانيين. ولذلك هذه التبعية اللي صارت للسياسيين حقيقة بعد أحداث عام 2013. نعم. اللي هي ساحات المنصات والبلاوة طبعًا. اللي أنجبت لنا داعش وما أدراك ما داعش، وسببت لنا موروث مؤلم للغاية. سجون ومعتقلات ومغيبين. نعم. وخراب ودمار. نعم. هذا الموروث أثر تأثير كامل. السبب الرئيسي في ساحات المنصات كان أكو هناك فرض لازم على كل الأئمة والخطباء أن يحضرون ساحات المنصات. فلما حضروا الأئمة والخطباء فرض
فرض, فرض. نعم فرض رسمي. من من؟ من 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 رئيس ديوان الوقف السني ومدير عام دائرة المؤسسة وقتها. نعم. وطبعا مو شيء مخفي بعلم الحكومة, بعلم الحكومة العراقية حتى في زمن السيد المالكي وفي زمن الدكتور عامر الخزاعي. الرسائل اللي كانت تعمم كانت تصل إليهم, وإحنا دخلنا في هذا الموضوع. لما أصبحت ساحات الاعتصام أصبحت وباء. طيب. والوباء أنجب لهم موروث خبيث اللي هو داعش. فلذلك الأئمة والخطباء الغالب اللي كان بارز طلع خارج العراق. واللي ما كان خارج ما ظهر جلس في بيته أو في مسجده. بعد ذلك الشارع السني الشباب السني رأوا هذه الحالة, فأصبح هناك حقيقة حاجز أو فاصل بين الإمام وبين الشارع. تبقى دار الإفتاء العراقية باعتبار اتخذت موقف محايد بين الحكومة وبين العراق. هكذا نقول. ليش؟ يعني هم بالبداية من خرجوا وكانوا مستهدفين الحكومة. زين. فإحنا كنا حل وسط بين الطرفين وعملنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى, وعملنا على تأمين حالة الأئمة والخطباء الكثير من عندهم والحفاظ على كثير من الأمور اللي تخص البلد. بس هذا الأمر أيضا يعني أصبح شيء نفسي. الآن يعني ما أريد أزم. نعم. ما أريد أزم. نعم. أي. بس يعني أكثر من 4 من 10 نستطيع أن نؤثر على الشباب وعلى الشارع السني ولله الفضل والمنة. أو يمكن هذه ظهرت ثمراتها وتبعاتها في كثير من الأمور والوقفات اللي يمكن وقفوها, سواء كانت في دار الإفتاء هنا في بغداد أو في البصرة أو في الأنبار أو في الموصل وصلاح الدين. من الناس اللي وقفوا نأمل إن شاء الله تعالى, يعني نأمل أن يكون أكو مسعى آخر حتى تلتم كلمة العراقية. أكو غاية من تحجيم دوركم بكل صراحة, غاية سياسية أم دينية, أن يحجم دور سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي, أن يحجم دور دار الإفتاء بالكيفية التي يتمدد على حسابها أطراف وأجزاء أخرى دينية بعناوين مختلفة. هسه ما أريد أحرجك بعناوين أنت تعرفه, أني أنا راح أكلمك بالعام. مثلا عفية. مثلاً بعد ما انصدرت فتوى المرجعية, فتوى الجهاد الإلزام الكفائي, العالم العربي والإعلام العربي كله والعراقي السني قالوا بأن هذه الفتوى مال السيد السيستاني هي فتوى لقتل أهل السنة في العراق. واقعاً قالوها. نحن خرجنا بمؤتمر كبير فيه من الأئمة والعلماء التابعين دار التار, فأصدرنا فتوى الجهاد الإلزامي المؤيدة لفتوى السيد السيستاني, فنحرنا مشروع دعاة الفتنة والتقسيم والطائفية. نعم. هذا الأمر الأول. نعم. باختصار لما حتى ساحات المنصات احنا كنا معارضين للمظاهرات لأن عندنا قاعدة أن الخروج على الحاكم إفساده أكثر من نفعه. ما هو أصلاح يعني. ما هو من نفعه. نعم. إفساده أكثر من نفعه. بعد تعرف العبارة. عفوا. يعني عفوا. فلذلك هذا تعتبر مخالفة أيضا. اجتمعوا على أن يعلنون الإقليم السني, مو هذا الآن الجديد القديم اللي حصل. وكانت دار الإفتاء العراقية واقفة بالضد وأصدرت فتوى بحرمة بهذه الحرمة, والحمد لله رب العالمين الموضوع اللغة. كل ما يصدرون فتوى تصدون يعني أنتم على تضامن لهم للحفاظ على وحدة العراق ولا وحدة الشعب العراقي. شو الثمن اللي دفعته الشيخ؟ دفعنا الثمن شخصيا. أنا شخصيا طبعا 14 مفخخة. أها. نعم. وانتحاري في الأربع شوارع. مفخخة باب المسجد فجروها علينا و14 مفخخة. زين. وإضافة إلى التهم الجزاف وإلى البلاوي اللي لفقوها علينا, يعني أبسط تهمة. شوف هذا هسه اللي تصير خلفك من هاي الاتجاه. نعم. هذا الموجود قدام عينك. نعم. هذا شقق سكنية بنيت على أرض الأمانة العاصمة اللي هي الأرض التابعة لأمانة العاصمة. بعد ما أن بنيت صار أكو أمر تهديمها. تهديم. فصارت أكو محاولات للدكتور أحمد عبد الغفور رئيس الوقف السابق الله يرحمه. رجل كان يعمل صح,
فحاول بكل جهوده أن يمنع تهديمها، لأن المبلغ اللي كان متبرع به من الملك زايد أمير زايد تبرع به لبناء مجمع سكني للفقراء اللي هو هذا اللي هو جي أحمد عبد الغفور بناه هنا على هذه الأرض اللي هي تابعة لأمانة العاصمة. قبل ما يعرفون أن جامع أم الطبول أراضي تقسم إلى ثلاث أقسام، طيب. أرض مالية وأرض وقف وأقل مساحة، زين، اللي هي نصف هذا الجامع، نصفه من هذا نصفه نعم تابع للوقف، تابع هاي منها تابع للوقف، هاي تابع كلها لأمانة العاصمة، زين. الحديقة اللي أمامنا تابع لوزارة المالية، لوزارة المالية، نعم. أي فلذلك سوى بناهن. صار أكو أمر خلاف مع صابر العساوي اللي كان أمين بغداد السابق، ما انحلت المشكلة إلى أن استبدل وجيب مكانه الأستاذ نعيم عبعوب. نعيم عبعوب كان قريب من دولة القانون، وأنا قريب من السيد المالكي ودولة القانون، فحاولت بكل جهودي الليل مع النهار أن أمنع تهديمها ونحولها إلى دوائر حكومية ما تصير سكنية. شرطهم الأساسي ما تصير سكنية وخدمية، وكبيها كتب رسمية طبعا. على هذا الأساس اتفقنا. فنعيم عبعوب بعد ما أن حصل اتصال شخصيا من السيد رئيس الوزراء في وقتها ومنع التهديم، صارت دوائر حكومية. جابوا مديرة أوقاف الكرخ اللي هي موجودة، دائرة الزكاة، دائرة الوسطية والاعتدال، مدرسة المهاجرين، يعني صارت كم دائرة موجودة هنا. بهذا الإثناء أنا كنت أسكن في الأربع شوارع، دخل علي انتحاري فجرني بالأربع شوارع، فصار أمر بأنه أنا أرجع لمسجدي والبيتي. بيتي يسكن فيه إمام وخطيب وعنده عائلة وعنده معوقين، فالدكتور أحمد عبد الغفور قال أنطيك شقتين لك ولابنك اسكنوا هنا بيها، أو لحد ما نبني لك بيت بالجامع ياخذ. فجينا سكننا بالشقة، فأصبحت هذا شنو بالنسبة للدكتور أحمد الله يرحمه، أصبحت فاتحة خير، يعني لأنني يعني بأمر رئيس الوزراء سكنت بحد الشقق، وابني سكن بشقة، ومرة ثانية خلي نسكن فلان خلي نسكن فلان. فبدأوا هم على كرامتي سكنوا بعض الناس اللي موجودين في داخل المجمع السكني. هذا المجمع السكني دكتور أحمد الله يرحمه شوية من صارة الاعتصامات تحمس، بس كان تحمسه مو بوقته، فسجلوا له تسجيل خاص والدور رئيس الوزراء، فالسيد المالكي عمل على إقالته. شو ضمن هذا التسجيل بوقتها؟ ما يعني حرض الأئمة والخطباء على الخروج على ساحات المنصات، فأقاله. فصار اتفاق يجيبون الدكتور محمود الصميدعي. محمود الصميدعي من خلوه رئيس الوقف الله يغفر له، هو أسس مؤسسة يعني ان شاء الله الله نقول الله يغفر له، راح اشتكى عليها بالمحكمه على هذه الشقق السكنيه والارض. انا من اشتكى عليها ما ساكن بيها، انا كنت بنيت بنول الوقف بيت قيمته 292 مليون وسكنت بيه والحمد لله وطلعت منه وسكنت هناك. هو دكتور محمود الصميدعي جاب ناس منهم صميدع ومنهم غير صميدع سكنهم، ابناء عم ابناء عمه هو دكتور طالب العساوي، لا حتى ابناء عمكم يعني انت، نعم ابناء عمي طبعا، وطالب العساوي جاب جماعه. والمهم صارت شقق صار بها سكن، زين. اللي هو الشكوى مالته علي من على الارض 437 اللي هي على 8-1 كر يسموها. الجامع هذا ما مبني على هاي المقاطعه على 426، فاشتكى بهذا الاتجاه. احنا كنا مخلين محامي، المحامي غشنا غشنا وما حضر ولا جلسة من جلسات المحكمة، إلا أن استفاجأنا بأن المحكمة مصدر قرار وحاكمة، والقرار حتى لهذه الساعة يقول بأن هاي الأرض للوقف السني، زين. ويجب تسليمها للوقف خالية من الشواغر. هي أصلا خالية من الشواغر، حتى هذا سندها اللي موجود هنا أرض فارغة ما بيها بناء، لأن لي هاي الدقيقة اللي أنا جاي أحكيك بها هذه الشقق السكنية لا بيها إجازة لا بيها أعمار لا بيها شيء، هي مبنية تجاوز. هسه المشكلة عليها لو على الأرض، لا لا مشكلة عليها بس على هذه الشقق السكنية اللي هي ضمن أرض
29 دونم، 14 دونم أجرها الوقف السني المتعهد يعني مستثمر، أجر لهم إياه. ظلت ال 15 دونم هاي اللي بيها المجمع السكني، هذا المجمع السكني هنا موجودة بمديرية أوقاف الكرخ، تشتغل تقريبا 18 شقة، وبش اسمه مدرسة المهاجرين ماخذين 6 شقة. سماحتكم الآن يعني هي القصة الآن اللي نسمعها بوسائل الإعلام هي تتعلق بذني مو بالحديقة، قلتم نحن مستثمر ومجمع ممكن يكون مجمع سكني آخر. مو قلت لك أكو أمرين، الأمر الأول اللي حكينا عليه هو هاي موضوع 29 دونم مال مال اللي هي أصلا أمانة عاصمة سنة 2007 اشتراها الوقف، هذا السعر. بلي. وتدري أنت أكو قرار، أكو قرار كل شيء حصل بال 2007 وجوه يعتبر ملغي. لاغي. ملغي. هذا مشكلة هنا. الأمر الآخر موضوع الأرض اللي هي أخرى أرض مالية. طيب. أيضا أكو محاولات وأكو تدخلات وأكو، بس يعني برأيي الشخصي بهذا الجانب الأخ رئيس الوزراء عاقل جدا. نعم عاقل يعني خاطبته بشكل مباشر، قلت أن هنالك نوايا سيئة تريد، لا هي راحت إلا طلبات إلا قدموا إلا وهذا على استغلال أرض الجامع لبناء مجمع سكني مجمع سكني أو كذا. هو تريث بالموضوع بدون تفاصيل، تريث بالموضوع واحنا ولا زال هذا التريث يعني ولا نعم زال هذا التريث نعم صار اكو تريث، واملكم انه ما لا يعني املنا ان يبقى الجامع يبقى الجامع على طبعا هو واحده يعتبر تحفه اسلاميه معماريه للعراق. طبعا زين، ونتمنى يعني احنا من الاخ رئيس الوزراء يعني هاي دعوه له من هذا من هذا هاي رساله دعوه اتمنى منه هو تحرك في كثير، واتمنى منه ان يتواضع لله رب العالمين، يجي يزور دار الإفتاء ويجي يشوف أرض الجامع ويشوف الأرض هاي اللي مبني عليها العمارات والشقق السكنية، ويمكن من يجي يشوف الوضع نتأمل من عنده. هو رئيس البلد يتخذ إجراء يعني يتناسب إجراء مع حجم إنصافاً طبعاً إنصاف للعراق وإنصاف للإسلام وإنصاف إلي ولدار الإفتاء. احنا محاربين لاننا نعتبر يعني هم يقولون بانه دار الافتاء سووها الشيعة، والله ما سووها الشيعة، دار الافتاء متشكله من سنه 923 للهجره، لا شيعة ولا غير شيعة. ها ودار الافتاء وقفت مع العراق، لا احنا في الاعداء. انا لما ارى ان هذا المسلم يشيل سلاح على هذا المسلم وانا وياك اخوه قاعدين نتحاور له، لو انت تشيل سلاحك عليه من المنتفع؟ صحيح. المنتفع الشيطان. صحيح. والعدو. صحيح. الاكبر اللي هو الشيطان الاكبر. صحيح. اللي هم الصهاينه اللي محتلين بلاد المسلمين. فلذلك انا واجبي اعمل بكل ما استطيع ان الف بين قلبي وقلبك وبين قلب العراقيين اجمعين حتى انهي الفتنه، حتى لا اخلي مطرقه العدو تطرق ها ويدق ناقص وجرس الحرب لا سمح الله بين الشعب. ماذا لو كانت احسنتم، ماذا لو كانت هنالك عذر المقاطعه، ماذا لو كانت هنالك ضغوط سياسيه ربما ستفضي لمآلات ما يريد الاخر في بعنوان الوقف السني بعناوين اخرى، اكو ضغوطات سياسيه ممكن لا سمح الله ان تجبركم تجبر هذا الموضوع على انه بصالح الجماعه اللي يريدون ياخذون ارض وهاي طبعا هم ساعين عليه ساعين عليه بجهود كبيره. كثير من النواب داخلين على الخط، نواب السنة نعم ورؤساء كتل مؤثرين داخلين على لازم الخط. الغلة كبيرة يعني الغلة كبيرة نعم نعم الغلة كبيرة أرقام خيالية صدق والله والله خلينا نضحكك أي والله لله يا ريت يا ريت. هسه قبل ما يبدأ اللقاء يمكن أنت كنت تسمع يعني أجا واحد من الأخوة المصورين ها يقول يعني مثلا ديوان الوقف السني داز وفد للأردن حتى يتعلمون زراعة التمر. زين أسألك بالله والتمر ينزرع؟ لا مو يعني زراعة النخال احنا للتمر يعني الأردن ما يعني مو هي المشكلة أنه بالكتاب الرسمي يقول زراعة التمر. زين. يا بالتمر ينزرع بالبطين هم يزرع بالبطن زراعة التمر هم يقولون زراعة التمر صدق بالكتاب؟ اي نعم زين روح قول زراعة النخيل ما يخالف. زين وانتو دار دينية دار أوقاف ومشكلة والله واي ذمة الله برقبة رئيس الوزراء يسأل عنها أمام الله يوم القيامة. الوقف أنت أي واقف يجيب وقف يوقف خيري للفقراء والمساكين والمحتاجين، يعني الأوقاف ما تصبح تجارية
حرام تصبح تجارية. نعم. خلي يسمعها العالم. ويمكن دكتور حسين غازي أحد علماء العراق قبل كم يوم طلع أيضا قال هذا الكلام. زين. الوقف لا يجوز أن يكون تجاري، الوقف خيري ينتفع منه الفقراء. لعداني لما أجيب بيتي أو أرضي أو أتبرع ببناء مشروع خيري، أريد أسوي من عنده تجار حتى يجي الشاب الفلاني قريب المسؤول الفلاني يتصرف بأملاك الأوقاف. ويقال أموال الأوقاف مو قليلة، حتى أنا اليوم أتجه لموارد أخرى أجني من خلالها أموال وكذا، يقال هكذا؟ لا، إحنا اللي نعلم بقطع بيقين الأوقاف ديوان الوقف السني لا يقل في الغنى عن وزارة النفط. أها. نعم. لا يقل في الغنى عن وزارة النفط. لكن روح، لأنه الأمر موسد لغير أهله ضاعت الأمانة. وبالنتيجة نتمنى من الأخ رئيس الوزراء وهي دمة في رقبته أمرين. الأمر الأول أن يزور موقع الطبول. نعم. ويطلع بنفسه. تدعونه لزيارة يعني؟ نعم. ضيافتكم يكون. نعم. ضيافتي وبضيافة العلماء. أيه. ونستقبله ويصير أمر واقع. آه. يشوف ويتخرب. والأمر الثاني على عجالة. الأوقاف. يعني الأوقاف لا يجوز استخدامها للتجارة وللبيع والشراء وللأرباح، وخاصة تستغل من قبل أشخاص معنيين، هو يعرف من المعنيين بهذه الأشخاص، ويومية ملفات ويومية فساد. وأصبح ديوان الوقف السني يجلب سمعة سيئة لكل أهل السنة في العراق. شكرا جزيلا سماحة المفتي، مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي، رغم ظرفك الصحي، رغم احجامك عن الظهور في الفضائيات، شكرا لهذا التقدير ولهذه الحفاوة. قدرتني أنا شخصيا، صديقك أحمد الحلو، وكذلك قناة زاغروس شكر موصول. شكرا جزيلا لجنابك الكريم. يا رب تخلينا أحمد الحلو حياك الله، وتخلينا رفاقه من الكادر اللي واقفين الشباب الآن اللي صورونا في زاغروس، القناة وتخليها تكون قناة عراقية. حياك الله. أنا سعيد جدا بهذا الكرم وهذه الحفاوة. شكرا جزيلا لك. وأنتم أحبتي، ختام صالون زاغروس لهذه الليلة كالمعتاد أستودعكم بحفظ الله ورعايته. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، وتحيات الشباب الكادر، الأستاذ فراس الراوي الزميل المخرج، وكل الكادر في زاغروس الفضائية. إلى لقاءات أخرى قادمة، حتى ذلك الحين طبتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء.